لنقاش ملف أزمة معاناة النازحين في العراق. تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك معنا دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم وحي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك دكتورة فاطمة. يعني وزارة الهجرة والمهاجرين في العراق أقرت بأن النازحين في المخيمات حاليا لا يوجد بحقهم أي مؤشرات أمنية حتى أولئك القادمون من سوريا. إذا هل يمكن القول أن هناك خطة ممنهجة لربما للتغيير الديموغرافي تستهدف هؤلاء المهاجرين؟ نعم بالتأكيد هناك خطة ممنهجة، خاصة وأن هذه المعاناة الآن اقتربت من 8 سنوات ولا يزال المهجرون يعيشون في أوضاع من سيء إلى أسوأ في ظل عجز كامل الحكومة عن تلبية أبسط المتطلبات الأساسية للنازحين وإهمال لاحتياجاتهم الأساسية وتركهم في الخيام معرضون لمختلف المخاطر التي تؤثر على حياتهم. إذا هناك عقوبة جماعية تمارس ضد هؤلاء النازحين من أجل إبادتهم وبالتالي السيطرة على مناطقهم أو منعهم من العودة، خاصة وأن هناك يعني من يمنع عودتهم وهو الميليشيات والأوامر الخارجية من إيران من أجل إحداث التغيير الديموغرافي الذي تنشده إيران من أجل يعني الاستمرار في خططها في العراق من أجل السيطرة على الطرق في العراق من أجل الحصول على موارد أكثر من ثروات العراق وبالتالي إخضاع العراق. والأمثلة الآن واضحة وأصبحت منتشرة والمقاطع المصورة التي تصور ما يحدث الآن في مناطق التي سيطرت عليها الميليشيات سواء في الموصل أو غيرها من المناطق يعني تؤكد هذا التغيير الديموغرافي والخطة الممنهجة من أجل إخلاء هذه المناطق التي شهدت عمليات عسكرية من سكانها الأصليين. نعم، يعني بحسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة الهجرة فإن عدد المخيمات المتبقية بلغ 28 مخيما تضم بطبيعة الحال أكثر من 37,000 عائلة. كيف تقرأين سيدة فاطمة الدكتورة فاطمة كيف تقرأين هذه الأرقام، وهل هي أزمة النازحين هل هي بالفعل قابلة للمعالجة بعد مرور 8 سنوات؟ نعم يعني الأرقام لا تزال يعني كبيرة والحقيقة لا توجد لحد الآن حلول يعني قامت بها الحكومة من أجل التخفيف من أزمة النزوح أولا ومن أجل يعني إيجاد خطة ومنظمة من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم، أقصد هنا العودة الآمنة، لأن كل ما تقوم به الحكومة هو عودة قسرية للنازحين وتعريضهم إلى مخاطر أكثر لأنه لا توجد أمان في المناطق التي نزحوا منها، الدمار لا يزال يحل في هذه المناطق، لا تزال تعاني هذه المناطق من وجود مختلف أنواع الملوثات سواء من الملوثات نتيجة المقذوفات الحربية سواء من عدم وجود الخدمات الأساسية التي تسبب في انتشار الأمراض الكثير، انتشار حتى الجثث لا زالت هناك الكثير من المناطق خاصة في الموصل التي توجد فيها الجثث، انتشار الميليشيات في هذه المناطق والذي يعني يزعزع أمن واستقرار هذه المناطق ويؤدي إلى حتى نزاعات بين أبناء هذه المناطق من أجل أن تبقى سيطرة هذه الميليشيات على أبناء هذه المناطق وأخضعهم بصورة كاملة. إذن لا توجد لحد الآن للحكومة أي نظرة مستقبلية وواقعية وحلول وخطط تؤمن على حياة هؤلاء النازحين وعودتهم بصورة آمنة. نعم، يعني وفقا لهذه المعطيات دكتورة فاطمة هل يمكن القول أن النازحين يعني باقون بمخيماتهم دون أمل بالعودة إلى مناطقهم؟ عم بالتأكيد يعني النازح لا يمكن أن يخاطر بحياته وحياة أولاده، خاصة أن هذه المخيمات هي أغلبها في منطقة كردستان العراق وهناك يعني يستطيعون على الأقل
التمتع ببعض الأمان النسبي إذا تمكنوا من ذلك، برغم وجود المعوقات وبرغم وجود الظروف السيئة التي تحيط بهم، ولكن هذا يعني أفضل النارين، يعني عودتهم هي نار أكثر من بقائهم في مناطقهم بعيدا عن منازلهم التي يحنون إليها، حتى أن الكثير منهم أصيبت بأمراض نفسية نتيجة هذا البعد عن مناطقهم، يعيشون حالة من الفقر المدقع، والكثير منهم كان يعني لديه منزل ولديه حقل ولديه أبناء وأقارب، والكثير من يعني الحياة يعني التي كانت قبل أن يعني تستمر وأن قبل أن يتم تهجيرهم وتبقى حياتهم على هذا الحال. إضافة إلى ذلك، الحكومة بسبب وجود الميليشيات في هذه المناطق، هذه الميليشيات لم تسمح بعودة أي نازح لهذه المناطق، خاصة وأن هذه المناطق أصلا خضعت إلى عمليات تغيير كبيرة. منطقة مثلا جرف الصخر أصبحت مركز لقوات الحرس الثوري الإيراني، الكثير من مناطق تيال أصبحت مواقع لتدريب الميليشيات والتي بإشراف يعني من إيران، وبالتأكيد يعني حتى مناطق الموصل الآن وغيرها وصلاح الدين وغيرها، وأصبحت هناك عناصر غريبة في هذه المناطق تؤثر سلبي على استقرار هذه المناطق، وبالعكس هي أصبحت يعني تشن بين الحين والآخر بعض الهجمات التي تخجل من خلالها المدنيين من أجل أن تستمر انعدام الأمن في هذه المناطق وأن يستمروا في منع النازحين من عودتهم والكثير من الأحداث التي شهدناها. الدكتورة فاطمة، المحاولات الأخيرة للحكومة لإغلاق بعض المخيمات التي بطبيعة الحال تفتقد لأبسط مقومات الحياة، يعني كيف يمكن قراءة هذه المحاولات من قبل الحكومة؟ ما الذي تحاول فعله؟ الحكومة يعني تحاول يعني يعني عن طريق إغلاق هذه المخيمات أن تعيد قسريا هؤلاء النازحون إلى مناطقهم. مناطق أصلا هي مدمرة، أصبح بعضهم يعني يعيش في خيم في فوق أنقاض منازلهم، وبالتالي أدت إلى أن بعضهم عاد بهجرة عكسية إلى بعض المخيمات نتيجة يعني عدم تمكنه من العيش في هذه المناطق، خاصة والذين لديهم أطفال أو يعني يحتاجون إلى الدواء أو يحتاجون إلى العلاج. يعني الحقيقة الحكومة يعني تمارس، لا زالت تمارس عملية العقاب ضد أبناء هذه المخيمات حتى عن طريق الإعادة القسرية، لذلك لأن الخطر يعني والتهديدات على حياة هؤلاء يعني لا تزال مستمرة. المناطق، كثير من المناطق لا تشهد عمليات رفع للألغام، وهذا يعني أبسط أنواع المخاطر على حياة هؤلاء النازحين. لا توجد خدمات، لا توجد فرص عمل، كيف إذن يستطيع هذا المواطن أن يستمر بحياته؟ إذن هناك تعمد واضح من الحكومة من أجل أن تبيد أبناء هذه المناطق. نعم، إذن كنت ضيفتنا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.